أنا كنت في الكويت أقرأ، كان واحد من أخوة أهل السنة أستاذ في الشريعة من شنو كان حاضر، فأنا تعرضت إلى أعبسة وتولى. بعد ما فرغت اعترض علي، قال لا هذه عبسة وتولى نزلت في النبي. قلت له يعني أنت تقبل على النبي أن يصنع هذا العمل؟ قال بشر بشر مو معصوم. لنزين احنا في روايتنا انها نزلت في عثمان. قال لا ما يصير. ليش؟ قال لا عثمان ما يسويها.